فخامة الرئيس وعد الجزائريين بأن يعيد بلادنا إلى حظيرة الأمم، وها هي وها هو قد وعد ووفى. أيضا فخامة الرئيس المترشح برنامجه كان يعد الجزائريين بأن ينجز في كل الأماكن المحرومة إنجازاتها من المدارس والمتوسطات والثانويات والجامعات، فآلاف الطلبة والتلاميذ بل ملايين الطلبة والتلاميذ وجدوا أماكنهم في الدراسة بفضل برنامج الرئيس. أيضا العائلات المحرومة من السكن، فها هي مئات الآلاف من المساكن توزع على الفقراء وعلى العائلات المعوزة وحتى على الإطارات، وقد أنجزت بالفعل وأنجز ما وعد به المواطنين. لذلك فإن برنامج فخامة الرئيس في عهداته السابقة ويعتبر إنجازا عظيما يقر به الجزائريون. لذلك فإن بعد نداءات المواطنين لفخامة الرئيس بأن يترشح لعهدة أخرى، ها هو يمد يده لكل الجزائريين. ولذلك فنحن ندعو جميع الجزائريين والجزائريات بأن يهبوا كرجل واحد يوم 17 لتكون الجزائر في عرسها هذا عرسا جزائريا وطنيا بحتا، عرسا يعم الجزائر بأمنه واستقراره، عرسا يؤدي الجزائريين إلى مستقبل زاهر لأولادنا وبناتنا، عرس يعرفه الخارج على أن الجزائر جزائر مستقلة في قراراتها، جزائر حرة في جميع شؤونها الداخلية والخارجية. إذن فخامة الرئيس المترشح يقدم لكم يده لكي يستكمل المشوار، مشوار الأمن، مشوار التنمية، مشوار الاستقرار، مشوار وضع الدولة في مكانها الجزائر الغالية العزيزة علينا كلنا. وأدعو أيضا من خلال هذه الكلمة البسيطة كل مشايخنا وزوايانا وشرفائنا وأئمتنا بأن ندعو جميعا لهذه الجزائر بأن تكون جزائر هادئة مستقرة بتنميتها بأولادها بجهود إطاراتها وجيشها ومصالحها، مصالح أمنها، بأن تكون الجزائر كما نحبها نحن وكما أرادها الشهداء وكما يريدها أبناؤنا أبناء المستقبل. لذلك فإن الحملة قد توشك على النهاية، وسنذهب يوم 17، وفي يوم 17 نريد أن نقول للشعب الجزائري ولجاليتنا في الخارج أن يوم 17 أبريل يعتبر بداية لعهد جديد، عهد تبنى فيه الدولة كما يريدها أبناؤنا نحن لا كما نريدها نحن، تبنى فيه الدولة دولة المستقبل التي يتم فيها الفصل بين السلطات، التي تكون فيها العدالة فوق كل اعتبار عالية والقرار فيها للقاضي، تكون فيها الأحزاب موالاة ومعارضة تعمل بحرية. وأنا متأكد أن المعارضة في عهد عبد العزيز بوتفليقة ستجد مكانة لم تشهدها من قبل. تعديل الدستور سيكون في هذا الإطار، وفخامة الرئيس المترشح المجاهد عبد العزيز بوتفليقة كلما وعد وفى، وكلما وعد به الشعب الجزائري وفى به. ولذلك فإن انتخابه في هذه العهدة سيكون انتخاب الاستمرارية في التنمية، انتخاب الاستمرارية في الأمن، انتخاب الاستمرارية في مكانة الجزائر عالية بين الأمم، وأيضا انتخابه
سيكون في صالح الجزائريين والجزائريات موالاة ومعارضة، سيكون في صالح الجميع، لأن الهدف هدفنا واحد، هو أن نجعل من هذه الجزائر بلد عزيز غالي، ويكون لأبنائنا فيه الرأي الكبير والرأي الآخر، أي الرأي الذي يمشي ويتماشى مع آراء أبنائنا وبناتنا، مع المستقبل. المستقبل، انتخاب عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة هو المستقبل، هو المستقبل والضمان، ضمان الأمن، ضمان الاستقرار، ضمان التنمية، ضمان الحرية. وإن شاء الله يوم 17 سنكون جميعا جزائريين، لنجعل من الجزائر قبل كل شيء أنها جزائرنا جميعا. فلتكن الجزائر فوق كل اعتبار، ولنكن نحن في مستوى الحدث. وأدعو من خلال هذه الحصة كل الجزائريين والجزائريات بأن يكونوا مع الموعد، موعد الانتخابات، لأن الانتخاب هو واجب، والجزائريون يعرفون أن الواجب واجب الوطن، ونداء الوطن يسبق على كل الواجبات الأخرى. وأشكركم بهذه المناسبة، وإن شاء الله سنلتقي في 17 أبريل ليكون عرسا لنا جميعاً.